يا صباح الخير عليكم متابعينا متابعي جريدة وموقع أهل مصر في كل مكان. النهاردة الكل يدعي لطلاب الثانوية العامة، يا رب فرحهم يا رب، والنهاردة يطلعوا من امتحان الإنجليزي مجبورين الخاطر، وهم قاعدين كده أمام اللجنة وبيراجعوا قبل دخولهم اللجنة بدقايق. هنشوف طلاب الثانوية العامة عملوا إيه يعني، ومستعدين إزاي النهاردة للإنجليزي. هنعطلكم شوية وهنوقف المراجعة. صباح الخير. صباح النور. ازيكم عاملين إيه؟ الحمد لله. مش هقول لكم عملتوا ايه في امتحان الماده اللي فاتت؟ خلاص بقى الماده اللي فاتت ننساها وخلاص، خلينا في لسه اللي جايين. هقول لكم مستعدين للانجليزي ان شاء الله. ان شاء الله داخلين بالبراشيم وداخلين بكل حاجه معانا، وهنخش جوه نظبط الدنيا. ايه يا ابني؟ وي ار ستارت. وانت عامل ايه؟ المره اللي فاتت الامتحان كان متشابه بتاع الاجابات كلها متشابهه. بتوع علم اخذ درجات واحنا لا، مش عارف بيجوا عرفتوا قاعده بالله. ده كيوت هو بيقلقه، لازم يعني نقول لهم اكس اكس ابو ايسر على الانستا. اديله كلمه لا ابو ايسر على موابين بقى بكل شويه يوترونا، وفضل نص ساعه وفضل ساعه المفروض. ايه بالظبط كده؟ انا في مراقب قلت له لسه ده على الامتحان، قال لي مالكش دعوه. والله كنت والله ده مراقب عسل. لكن المراقبين لسه ده قال لي مالكش دعوه. المراقبين بقى عندنا بيعملوا ايه بقى؟ يلا يا حبيبي لسه نص ساعة، لسه ساعة. يلا بيقول ليه؟ لحد ما الولا واحد معانا في اللجنة بيقول له، واحد معانا في اللجنة بيقول له، بيقول له مستر انت مالكش دعوة، ما تقلقناش أكتر من كده. برافو عليك. يلا ما عايز يتكلم. أنا بقى الناس عندي في اللجنة مفيش ولا واحد بيعرف يحل أصلاً. كنت حالي الفيزياء اللي فات كلهم مبصمجين السؤالين المقالي، وكل واحد حيل اجابه مختلفه وناتج مختلف، مفيش حد عارف يحل. حتى مش عارفين نغش السؤال. شركة المراعي الأنباء. ابو احمد حبيب ابو احمد. احمد كده ابو احمد تعالى الحكومه. طب عشان نسلمه للحكومه عندنا رجاله. ايه ماشي خلاص. لا خلاص هو ده تسلمه لابو احمد. طبعا خلي المراقبين تفتشهم، التفتيش بتاعهم يكون على الخفيف عشان تفتشهم بيه يعني. لا مش مشكله بيفعصوا جامد اهوت كده اهوت بيفعصوا جامد. والله التفتيش يكون ايه حنيه كده، هو يعمل كده كده مفيش حاجه خلاص. ده تحرش اللي بيعمله والله. ما تفتيش لكن ما يجيش يعمل لي كده في الكوتشي كده، والله العظيم يقعد يعمل لي كده. انت مش مخبي حاجه هنا؟ ايوه مخبي التليفون. بس اخش فيه ازاي؟ ربنا ينجحك يا رب، ربنا ينجحك. طبعا ما زلنا متواجدين امام احدى الجامع الثانويه العامه في محافظه بورسعيد، وبننتظر طلاب الثانويه العامه اللي مستعدين النهارده. مستعد لامتحان انجليزي النهارده ان شاء الله؟ احنا على الله ان شاء الله، والامتحان هيجي سهل وهنقفل باذن الله. نسينا خلاص انت ادبي كان ادبي ولا علم؟ علوم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يعني مش عايز اقول لك عملت ايه في امتحان الفيزياء. على الله ان شاء الله. على الله ان شاء الله. الله ان شاء الله برضه. ان شاء الله ربنا معاكم يا رب. ربنا معاكم حمزه ان شاء الله من الاوائل. اما اشوف الاوائل ان شاء الله من الاوائل. باذن الله نجيب مجموعه. كان بيقول لي ان في توقيت امتحان اربع ساعات عشان ولا قال لي بعد التحديث الامتحان باربع ساعات. هيخش الامتحان بعد التحديث الامتحان اربع ساعات. صباح الخير يا شباب، مستعدين للانجليزي؟ عملتوا في الفيزياء تاريخ؟ عملت ايه التاريخ الحل؟ نحمد ربنا على كويس. كان بيقولوا ان هو ممكن الوقت كان بس هو المشكله في الوقت. ايوه عشان بس الاسئله كتيره فمش مكفي. لكن كانت سهله ومباشره؟ الاسئله كانت كويسه. بس بيقولوا شبه بعض برضه الاجابات. عادي حلوه؟ كويسه. طب النهارده مستعدين للانجليزي؟ ان شاء الله خير. ربنا معاك. يا رب يا رب يا رب بس. يا رب يا رب ربنا ينجحك يا رب. سالك. ايه؟ سالك. وعليكم السلام. كله بكرم ربنا. تاني مره. كله بكرم ربنا. احنا ماشيين بدعاء الوالدين كرم ربنا. بس استنى ساب. ماشيين بكرم ربنا بدعاء الوالدين. كله بيتسطر والله. وده حوالي، ده جايب حوالي لحد دلوقتي في الفيزياء. حبيبه زياد، حبيبك اياد، خد اساس، خد اساس اساس. دلوقتي انت هنعمل لقاء تمام.
انت دلوقتي حاسس انت هتجيب كام؟ ولا 20% يعني ده واحد طموح عالية 60%. انت يا حسني حاسس انت هتجيب كام؟ يعني 65. 65؟ طب حط له المايك عشان نسمع بيقول ايه. الو الو ايه ده؟ انا دلوقتي انا عندي مشكله. بس دلوقتي انا وانا واقف بغش من فوق اسم العرب بيجي يقعد يمشي الناس من تحت. انا دلوقتي انا مش عارف احل. انا مش عارف اغش دلوقتي. انا ببقى واقف عند الشباك ده اسم العرب. انا بوجه الرساله دي لاسم العرب. انا مش عارف اغش. انا مش عارف احل. انا كده هسقط. بس الموضوع ده لازم يتحل في اسرع وقت عشان كده مش هينفع. انا اشدهم بحاجه. انا بناشد وزير التربيه والتعليم. الامتحان بتاع الفيزياء جاي صعب جدا جدا جدا. جاي في مستوى الطالب اللي هو حمار. 10 درجات يديهم لنا بامان الله. اقل حاجه 10 درجات. يعني بس الفكره بقى في 5 اسئله انا حللهم صح بمجهود الحمد لله. فهو يديني بقى 5 غيره. يديني 5 غيره. مازن خد يا مازن. تعالى مازن. تعال كوك. طب ان شاء الله والله هي بكرم ربنا بكرم ربنا. خد ابراهيم. تعال هيمه ابن اختك. ابن اختك. الامتحان ان شاء الله اصلا ان شاء الله انا جاي قد كده. ايه اللي انت بتعمله ده؟ هل الدول بقى الامتحان كبير بقى؟ صباح النور يا عزم. ان شاء الله ان شاء الله خير والله. انا حللهم بمجهودي والله. رجع الخمسه دول. الحمد لله. انت عايز خير يا عم. 5 تانيين. انا عايز 10. عايز 5. انا عايز اجيب 90%. هم بقى يتعاملوا بقى في الامتحانات يخلوني اجيب 90%. بس انت عايز تجيب كام؟ 60. هم يتعاملوا الراجل ده يخلوه يجيب 60%. جايب 60 اهو. بس مش عايز حد. انا الفيزياء حليت فيها 18 سؤال من 44 سؤال. وبعدين انا عايز اوجه الرساله دي تاني عشان انا شايل من البلد كلها. انا دلوقتي لجنتي كلها ادبي وانا الوحيد اللي علمي. الدعوه والله بجد انا في حد داعي عليا دعوه. لو شاف الفيديو ده حسبي الله ونعم الوكيل. انا لجنتي كلها ادب يا جماعه. لجنتي كلها ادب وانا الوحيد اللي علمي. وبعدين ايه ده؟ انا دلوقتي في مشكله تانية. دلوقتي امتحان الفيزياء اتسرب 18 سؤال من 44. انا ما حليتش الا 18. انا بوجه برضو رساله دي الناس اللي بتغشش والناس اللي ايه بتسرب الامتحانات. سربوا الامتحانات كامله عشان نعرف نعدي السنه دي. على عندكم ضمير يعني؟ خلي عندكم ضمير في تسيب الامتحانات حتى. انا عايز اوجه حاجه بس. هو سيف اشطر واحد في لجنته. ده اشطر واحد في لجنته ده بجد. يعني اللجنه كلها جت 50%. عمر يا فتحي تعالى. كم هير اموره. خلاص بقى يعني هقول لك حاجه. بعد ما تخلص هشغلك معايا مذيع. لا ماشي. يعني اخش اعلام؟ اخش اعلام. ظبط دنيتك يلا وانا هدخلك طالما انت ماسك لي المايك. والمره الجايه هديك المايك بتاع اهل مصر وهخليك تطلع. طب وريني. خلاص هنظبطها يعني المره الجايه. خلاص اتفقنا. خلاص احنا هنشوف حد تاني نمسكه اللقاء. هنشوف حد تاني. شباب مين عايز يمسك؟ بس دلوقتي انا برضو عايز اوجه اخر رساله. الراجل ده احنا كل يوم. انا عايز اوجه رساله للناس كلها عشان انا مخنوق دلوقتي. انا والراجل ده احنا كل يوم سهرانين في الشارع لغايه الساعه 5 6 الفجر مستنيين الاجابات تتسرب. ومحدش بيسرب. يجوا يسربوه واحنا في الامتحان. الكلام ده ما ينفعش. الراجل ده برضه عايز يجيب مجموع. عايز يخش كليه شرطه ويوقف البلد دي على رجل. انا بوجه رساله. يا جماعه ارحمونا. انا اللي مظبط لك اللايف ده. بس ادعوا لي في كام واحد في اللايف؟ معايا دلوقتي 69 داخلين. طب ماشي. ده البرشام. لا ما حدش يقرب. ده مجهودي. ده مجهودي. طب اعمل ده كده. روحوا فينك؟ ادعولي. دول 9. اصبر يا حبيبي. دول 69 نفر. انا عايز منك 40 يدعولي. بس ادعولي انجح. احل في الانجليزي. انا بناشد امي من موقع هذا. ربنا يخليك لينا يا ست الكل. بس والله بدعاء الوالدين. اقسم بالله والله بحل بدعاء الوالدين. من اللي بنت بحل بدعاء الوالدين. عايزين حد يمسك اللايف. خد يا جدعان. تعال خد يا حسن. لا خلاص بقى كفايه. عايزين حد يمسك اللايف. حد عايز يطلع لايف يا جدعان؟ خلاص هتفرحونا. انت هنا في اللجنه دي ولا العسكريه؟ بص تعالى من الجنب الثاني بقى عشان ببقى لازم تعبان. ايه اخبار الانجليزي ايه؟ بص انا ما بذاكرش غير انجليزي اصلا وبقالي شهرين ما ذاكرتوش. وجيت لي انت امتحان ذاكرته وهخش اقفله دلوقتي. انا ما بذاكرش غير انجليزي. الراجل ده جاي في تقفيل. الراجل ده ان شاء الله جاي 85. انا اصلا جاي من انجلترا. انا ما بذاكرش الا انجليزي. اي حاجه غير الانجليزي لا حرام. ايه اخبار الامتحان ايه؟ زك الحمد لله وان شاء الله خير. ان شاء الله خير.
متابعينا الكرام، متابعي جريدة ومواقع أهل مصر في كل مكان، تابعتوا معانا إقبال طلاب الثانوية العامة هنا في محافظة بورسعيد أمام اللجان. إن شاء الله يكونوا مستعدين لمادة التربية من مادة اللغة الإنجليزية الأولى. ربنا ينجحهم، كل دعواتكم ليهم بالتوفيق. يمكن بنطلع لكم بس مباشر وبنقول لكم بيطلعوا يهزروا بيضحكوا، بس هقول دي حاجة مش وحشة، دي حاجة كويسة. بيتنفسوا الصعداء، بيتنفسوا على من قلقهم وتوترهم، فبالتالي بيقابلوا يومهم كده بنوع من الارتياحية ونوع من المرح والفرح. لكن طبعا بنقابلهم بعد الامتحان احيانا برضو بيفضلوا فرحانين علشان ما يضيعوش المادة اللي بعدها، لكن بنقول كلنا وكلنا قلوبنا معاهم، ربنا ينجحهم، دعواتكم ليهم بالنجاح ان شاء الله بإذن الله، يطلعوا فرحانين ومجبورين الخاطر بإذن الله. الكل يدعي لطلاب الثانوية العامة النهاردة يطلعوا مجبورين الخاطر، الكل يدعي لهم بالنجاح إن شاء الله بإذن الله. ايه صباح الخير. يلا بعد جيت عامله السنتر ب 35 جنيه. طب ماشي قول السنتر ب 35 جنيه من الدنيا والله بجد. السنتر دخول السنتر ب 35 جنيه. هو حد يروح لها طب هو حد عند البريد السنتر هو اللي مزود عليكم. منا اللي عندها السكرتيريه اللي سخن امي تقول لها يا ابني جايب درجات وحشه، ولما يكون جايب درجه حلوه يقول له ده غش. مش اي حاجه من الدنيا الخمس شباب وخمس اولياء الامور بس كده. السكرتيريه بس الخمس شباب. يلا شباب هنا اللي متابعينا الكرام، متابعي جريدة وموقع أهل مصر في كل مكان، شكرا لمتابعتكم. كانت معكم سعاد الديب من أمام إحدى اللجان في محافظة بورسعيد. ده مراجعة ولا صباح الخير. خليك ورقتك كده بتعينها ليه بتراجع. صباح الخير يا ابراهيم، عامل ايه؟ ايه مستعد للانجليزي النهارده؟ ربنا معاك ان شاء الله، هستناك بعد الامتحان. ربنا معاك.